قول لي يا اسطى، حضرتك ما رحتش الانتخابات ليه النهارده؟ اروح فين يا باشا؟ صل على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ده الحكومه هو اللي هيكون. لجنه كام؟ يبقى فيها عدين، واحد الكترونيك واحد مالي. الانتخابات رقم كام اللي سيادتك بتشارك فيها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. لابس قصر قصوري ليه؟ احنا اللجان الشعبيه هنا في الزمالك. انا همشي المايك، يعني انا همشي. طب الله يخليك. يبقى ليا صوت في انتخاب رئيس مصر. يبقى ليكي له صوت في انتخاب رئيس مصر. بساعد الناس طبعا، وبشوفهم هم عايزين ايه ورايحهم. ايه اكبر مشكله قابلت حضرتك النهارده؟ والله ما فيش اي مشكله. دلوقتي بس اعتقد ان الدنيا فاضيه عشان الشمس يعني، بس اعتقد ان هيبقى فيه اقبال كبير للعصر ان شاء الله. جيت من المانيا مخصوص عشان تتحب. جيت من المانيا الجمهوريه الالمانيه الاتحاديه عشان تتحب في موطني هنا اهو. بالتوفيق ان شاء الله. السيسي. حضرتك انتخبت السيسي؟ ليه حضرتك انتخبت السيسي؟ هو راجل الوقت اللي احنا فيه ده يستاهل السيسي، ما يستاهلش حد تاني. ده الوقت اللي احنا فيه هو عاوز كده. لازم هو راجل السنه دي والساعه واللي جنبي. اي حد تاني انا ما بقللش من قيمه اي حد، ولكن الظروف اللي احنا فيها النهارده ما يستاهلش الا هو راجل عسكري يضبط الدنيا ويضبط الناس. اللي حضرتك انتخبت مين؟ لا ده بيني وبين نفسي، ده سر. ده سر. طيب كويس والله. لا انتخبت السيسي. ليه حضرتك انتخبت السيسي؟ عشان راجل فاهم اوضاع البلد وفاهم المشاكل بتاعه البلد. ده كان في المخابرات المصريه قبل كده، يعني عارف كل صغيره وكل كبيره. تمام. ده يعني كان ماسك اعصاب البلد. سياده المشير عبد الفتاح السيسي. تمام. ليه حضرتك انتخبت المشير عبد الفتاح السيسي؟ عشان هو راجل المرحله دي، عشان الشعب نزل كله، وعشان خلصنا من الارهاب اللي في البلد. لا، واحد اثنين